لقاءات مكثفة جمعت الغرفة الوطنية للصناعة والتجارة بالبليدة مع عدد من رجال الأعمال والناشطين في المجال الاقتصادي لتنظيم صفوفهم والتوجه لاقتحام الأسواق الإفريقية من بابه الواسع واستغلال الفرصة أمام ارتفاع عروض الشراكة والاستثمار من طرف الليبيين. في غرفة التجارة والصناعة لولاية البليدة رانا نعمل باش نستغلوا الفرصة اللي راهي فيها المؤسسة الجزائرية والمنتوج الجزائري اليوم، خاصة بالنسبة للأسواق المجاورة، الأسواق الإفريقية وشمال إفريقيا، باش نهيئوا الأجواء وتكون عندنا لقاءات يعني قوية مع المتعاملين الاقتصاديين اللي عندنا علاقات معاهم، باش المنتوج الجزائري يكون عنده حضور قوي في هذه الأسواق. وخدم مؤخرا باش يحلوا الحدود البرية ما بين الجزائر وليبيا، هذا قرار شجاع اللي يروي يشجع في المؤسسة الجزائرية باش توجد روحها أكثر ونحضروا روحنا باش نكونوا حاضرين في هذا السوق الواعدة، لأنه سوق فيها احتياجات كبيرة. واستعرض رئيس غرفة التجارة والصناعة لولاية البليدة رياض عمور مختلف المنتوجات القابلة للتصدير على غرار المواد الغذائية، البلاستيكية، التجميل والصناعات الحرفية. كاين منتوجات الغذائيه الكترونيه، هذو اللي على بالي بهم اللي راهم يبحثوا عليهم يعني بقوه، كذلك لي برودوي سانيتير، ولكن احنا رانا حابين باش نروحوا معاهم الى ابعد، يعني نهار اللي الامور تستقر في ليبيا وان شاء الله تستقر عن قريب باش شركه جزائريه تروح وتستثمر في ليبيا، لانه ليبيا اليوم محتاجه الى اعاده اعمار، وحابين حنايا باش المؤسسه الجزائريه تكون عندها حضور قوي وتشارك في اعاده اعمار. دعم المبادرات الاقتصادية وترقية المبادلات التجارية على المستوى الدولي للمتعاملين الاقتصاديين بات امرا ضروري في الوقت الراهن من أجل بلوغ 5 ملايير دولار من المنتوجات المصدرة خارج المحروقات.